السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو هذا. هذا الفيديو سيتين كما كتشوفوا من الماس سيتين بريزونطاسيون لاش غادي يكون في البلاي ليست ديال الجبر 1 اللي فيها نومبر كومبلكس بولينوم اي فراكسيون راسيونيل. بون هنا كاين شي تقريبا 37 فيديو كلهم درتهم، يعني المقرر في هذا البلاي ليست هذا ساليتو كامل 37 فيديو. غادي نقول لكم في البريزونطاسيون اشنو غادي يكون بالضبط في هذا البلاي ليست هذا. نتو على بركه الله. الجبر ان بعد هاد لي كور دايرين بوغ الناس لي ميب لي بي سي جي جي او جي ام ديال لي فيستي صعب لي سمية ولا سم بي سي، يعني سونس مات انفورماتيك ابليكي ولا سونس مات فيزيك شيمي ديال لا فاكولتي او لا لانسا لانسام او لا كلاس بريبا او لا اي شي حاجة كيقراو فيها لو اس تي او سي ولا اي مدرسة كيقراو فيها لي سيونس من بعد الباك من غير مثلا الميدسين وداكشي ما كيقراوش هادشي ديال المات. بون هاد البلاي ليست قلنا غادي يكون فيها لي نومبر كومبلكس سي لي بولينوم اي لي فراكسيون راسيونيل. هاد الثلاثة ضروريين في المات غتحتاجوهم من بعد اناليز 3 اناليز 2 اناليز 4، يعني هادي هو لا باز ديال المات، يعني بالنهاية كيبغي يبني هذا هو الساس ديالو. نومبر كومبلكس لي نومبر كومبلكس درت الفيديوهات ديال بور كالكولي لارغيمون اي لو موديل ديال نومبر كومبلكس، يعني العمده والمعيار ديال واحد العدد عقادي، هادشي ديال الباك نيت. لي غولاسيون تريغونوميتريك يعني العلاقات المثلثيه ما بين الكوسينوس والسينوس والطونجونت حيت غتحتاجهم في نومبر كومبلكس بزاف. لي غاسين انيام ديال نومبر كومبلكس هادي هي اللي جديده هاد العام، يعني كيفاش كتحسب كيفاش كتحسب الغاسين انيام، يعني كتجبد ان ديال الحلول ديال هاد المعادله هادي، يعني الحلول كاملين كتجبدهم ليها x على ال بوسونس ان كتساوي ا زائد اي بي، يعني هنا كتجبد الحلول العقديه. وثاني فورميل دو موافر، كيعرفوا فورميل دو موافر باش كنبغيو نكالكوليو السينيس بعلاقه الكوس او لا شي حاجه بحال هكا. هنا اللينياريزاسيون فورميل دولار، يعني كنبغيو نكالكوليو مثلا السينيس على بوسونس 3 بعلاقه ديال الماس سينيس. المهم الفيديوهات كاينين يمكنكم تشوفهم، وعطيتكم واحد البونيس ديال كيفاش ديفلوبيو A زائد B على بيسونس N، يعني كيفاش ديفلوبيو مثلا، يعني كيفاش تنشرو A زائد B على بيسونس N، مثلا كيفاش تنشرو A زائد B على بيسونس 8 يا أس 8 زائد شي تخربيق. المهم هداكشي كامل شرحته وبسطته باغ دو ميثود، هنايا يعني باغ ميثود البينوم دو نيوتن اي باغ لوتر ميثود اللي هي تريونجل دو باسكال. خاصكم تشوفو هادشي في لي فيديو، هادشي راه انتيريسون قلتلكم هي لا باغ هو الساس. بوغ لي بولينوم لو ميم شوز، بولينوم هادي حاجة جديدة غادي ديرو كيفاش نديرو لا ديفيزيون اوكليديا اندر دو بولينوم، يعني هادي سهلة كيفاش دير القسمة الاوكليدية ما بين جوج ديال لي بولينوم. هنايا كيبدا الخدمة ديال الجديدة بلي غون كومان ديفيزور كنسميو بي جي سي دي ديال لي دو بولينوم، يعني كيفاش جبد قاسم مشترك اكبر ما بين جوج بولينوم ما بين جوج حدوديات. في سانكيام كنا كنجبدو ما بين الاعداد، دابا ولا في الحدوديات هاني فاكتوريزي بولينوم دوزيام دوغري كلشي كيعرف يديرها. و حتى تروازيام دوغري حتى هي كيفاش دير الفاكتوريزاسيون ديالها، او سي كيفاش شنو هو غاسين دو بولينوم، شنو هو حل ديال واحد البولينوم. الاوردر دو ملتيبليسيتي انا كنقول لك واحد غاسين دوبل غاسين تريبل، هادشي خاصك تكون كتعرفو في لي بولينوم. او سي واحد لي ديزاستيس كيفاش تفاكتوريزي بولينوم، يعني ضروري من لي زاستيس كيفاش تفاكتوريزي بولينوم في ار او في سي، وترجعهم على شكل ايغيديكتيف، يعني ترجعهم على شكل بولينوم مبسطه جدا. خصكم تشوفوا هادشي فيديو وتعرفوهم. لي فراكسيون راسيونيل لو ميم شوز، كيفاش ديكومبوزي اون اليمون سامبل من فراكسيون راسيونيل. اول حاجه لي فراكسيون راسيونيل غيبقاو تابعينكم في ميم شيتو، يعني غادي كاينين في لي كونكور وي كاينين في كاينين في الاناليز 2 كاينين في الاناليز 3 كاينين في الاناليز 4 في لي زانتيغرال في لي سون في كلشي بروبابيليتي تاعي فيها لي فراكسيون راسيونيل. يعني وباش تعرف فراكسيون راسيونيل خاصك تكون تعرف لي بولينوم، هادي حاجه بديهيه. وباش تكون تعرف لي بولينوم خاصك تكون تعرف اعداد العقاديه تما وغادي الدنيا. بون كيفاش ديكومبوزي اون اليمون سامبل، اش لي شنو هما لي بول سامبل لي بول ملتيبل، ادر دي ميثود، يعني كاينين شي خمسة ولا ستة ولا مع تمنية ديال لي ميثود، شي تمنية ولا 800 ميثود في هادشي ديال الفراكسيون راسيونيل درت ليها تحتاجو مثلا بير و امبير، ميثود ديال ديفيزيون، ميثود ديال ديريفاسيون، ميثود ديال القسمة الاوكليدية، ميثود. المهم كاينين بزاف ديال لي زيكزومبل، كاينين بزاف ديال لي زيكزارسيس
درت في هادشي يعني 37 فيديو، راه جامع الكور وجامع دي زيكزومبل وجامع دي زيكزيرسيس وجامع دي كونكور كوريجي، كلشي كاين هنا. بونيس اللي عطيتكم في هادشي دي زيكزيرسيس كوريجي في الالجبر، يعني شي اكزيرسيس صعاب ديال الامتحان درت ليهم، سميتو دي زيكزام كوريجي، يعني الامتحانات صححتهم، يعني باش غير باش يبان لكم داكشي بعدا راه بسيط، ماشي شي حاجه اللي معقده بزاف. صحات امتحانات ودي كونكور باك بليس دو، يعني هادشي غتحتاجوه في الكونكورات اللي بغى يكمل مثلا في شي مدرسه عليا، اولا بغى يكمل مثلا الهندسه اولا شي حاجه بحال هكا، هادشي ضروري غتحتاجوه في دي كونكور. بون كلشي غتلقاو في بلاي ليست، نتمنى مزيان انكم تستافدوا من داكشي وما تنساوناش دعوكم ديال الخير. بون نوبلي با سيرتو باش تبارطاجيو هاد ليكور مع لي جون اللي كيقراوهم، يعني صاحبك كيقرا ما تكونش مسموم، عطيه الفيديوهات باش تا هو يجي مزيان ويفاليدي. تابوناو عندنا في لاشين وباش تشجعونا اكثر، وديروا واحد ديال في باج فيسبوك، عندكم شي سؤال لوحوا لينا في باج، وضربوا واحد طليله على السيت ديالنا www.enjoytbcstudy.com باش تلقاو ديكور بي دي اف فين تقراو دي زيكزيرسي دي زيكزام اي دي كونكور. بون نتمنى مزيان ان هادشي يكون على قدر المستطاع، هادشي اللي كاين الساعه. يلا برشان بلاي ليست ان شاء الله. كنتمنى الى عجبكم الفيديو خليو لنا واحد جيم، تابوناو عندنا في لاشين، الا كان عندكم شي سؤال او شي استفسار يمكن لكم تكتبوه في كومونتير، والاهم من هادشي بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في لي ريزو سوسيو. الا كان عندكم شي سؤال شخصي يمكن لكم تراسلونا في لاباج فيسبوك www.facebook.com/enjoystudies، يمكن لكم ديروا جيم وراسلونا فيها باي سؤال بغيتو، وما تنساوش تدخلوا لنوتخ سيت www.enjoy-studying.com، هنا غتلقاو ديكور ملخصين بي دي اف دي زيكزاما دي كونكور اتسيتيرا. المهم تهلاو فراسكم.